اتصال تليفوني من الاستاذ عصام مدير، مدير مركز بيديدات الدعوي. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ عصام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. استاذ عصام معنا الان في الاستوديو الاستاذ محمد حمدي والاستاذ معاذ عليان ومحدثك اشرف البلقيني. نتحدث عن البيان الذي اصدرته جامعه علماء الازهر من الكويت عبر موقعها الالكتروني والذي نشر في كثير من المواقع والصحف. نتحدث عن او في توجيه هجوم عنيف ومباشر لبابا شنوده، وبدات يعني تذكر حقائق حول هذا، اسباب هذا الهجوم او يتضمن فيها حقائق. لعل حضرتك قرات هذا البيان ونريد من حضرتك تعقيب. نعم يا استاذ الكريم. اتفضل. بدايه انا اشكر قناه الخليجيه على طرح هذا الموضوع وتناوله، واحيي جمهوركم الكريم، وافتقد معكم الشيخ الفاضل محمد الزغبي وفقه الله وحفظه واتم عليه الصحه والعافيه. امين يا رب العالمين. واشكركم على مواصله حلقاتكم الرائعه في فضح اكاذيب المنصرين وتفنيد اباطيلهم، وفقكم الله وسدد خطاكم، واحيي الشابين الكريمين والاخوين العزيزين وجمهوركم الكريم. بعد حمد الله تبارك وتعالى والصلاه على حبيبه صلى الله عليه وسلم، اقول ان هذا البيان قد وضح في اول فقره فيه الاسباب التي دعته بشكل مجمل الى ان يخرج علينا بمثل هذه القوه، جزا الله خيرا من اعده، اذ يقولون فيه من اول فقره مع ما عرف لنا وعنا من قول او عمل مع خصومنا او اخواننا واصدقائنا، فان نيافه البطريرك البابا شنوده للاسف الشديد، انتبه الان لما سوف ياتي، لم يدع معلما من معالم الاعتداء على حرمه الامه وحقوقها بغير اعتداء واستخفاف، يجعل من ورقه من رقه سمو الخطاب معه اساءه لمعالي اسم الحق. يعني الان شنودا لم يترك معلما من معالم اعتداء الحق الا وارتكبه، الا واعتدى على هذا الحق وعلى حرمه الامه. ثم اتى البيان بعد ذلك في ذكر بعض الاسباب والامثله، وحقيقه من يتابع هذا الرجل فيما تقدم فيه البيان لا يلوم البيان انه ما استطاع ان يذكر كل شيء. ولذلك الامه بجناحيها، جناح العلماء والدعاء، وقد انبرى منهم العلماء في الجبهه جزاهم الله خيرا. الان ينبغي ان تكمل الامه بشبابها وبطاقاتها وباعلاميها ان تضع النقط فوق الحروف وان تنبري لفتح هذا الملف الخطير. حقيقه الحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى، لما خرجت الصحف المصريه الابيه في الرابع عشر من فبراير من هذا العام بخبر نشر في الصحف عن الكنيسة تجمع حملة توقيعات لإلغاء النصوص القرآنية بالمدارس. يعني حقيقة نحن لسنا بحاجة أن نتساءل أين الجبهة، أين العلماء، كانوا في الكويت أم كانوا من مصر الأبية حفظها الله أم كانوا في البلاد الحرمين. قرآننا يا قرآن كل المسلمين ولا يا أستاذ أشرف؟ معك طبعا معك. فبالتالي عندما تقوم الكنيسة بحملة جمع توقيعات مليونية تدعو فيها أتباعها لحفظ القرآن الكريم ونصوصه من مدارس مصر، في البلد الذي اشتهر دون أي بلد بقرائه. يا أخي احنا في بلاد الحرمين، وأنا أحدثك من الحجاز، يعني ما تعلمنا في الدولة الحديثة بعد أن من الله سبحانه وتعالى بالخير إلا على يد أساتذة مصر وشيوخ مصر. فمن باب البر بأهلها ومن باب البر بأساتذتنا وشيوخنا أن ننتصر لكتاب الله في هذا البلد من دون البلدان. فبالتالي بعد أن خرج هذا البيان وسكت للأسف شنودة وسكتت الكنيسة ولم تنكر ولم تستنكر، يعني هو قال المتحدث الرسمي الوحيد هو أنا، أعلن عن هذا قبل عدة أيام تمام في الصحف المصرية تمام. فما تكلم، ما أنكر وما قال، أنا ما طالبت بجمع توقيعات. ربما يكون في ربما يكون في مرحلة انطلقت الحملة الإسلامية العربية الأولى على شبكة الفيسبوك للمطالبة، وأقولها وأعلنها، بمحاكمته عن مسؤوليته عن هذا الأمر وعما تقدم في البيان وعن أمور أخرى، منها ولا أريد أن أطيل عليكم أنه نحن نحمله في هذه الحملة التي اجتمع فيها الآن 15,000 مسلم وفتحنا فيها 40 ملف لمحاكمته وإدانته، أنه هو المسؤول الأول عن تحريض زكريا بطرس وانتدابه لشتم الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل ودافع عنه وبرر له في ظهوره مع الأستاذ الإعلامي الكبير عمرو أديب في برنامج القاهرة اليوم في 5 يناير، وسمى قذفه في حق الحبيب صلى الله عليه وسلم وأعراض زوجاته
زوجاته أمهات المؤمنين، أمك يا مسلم. سمى كل ذلك أمورا فكرية بكل برود، ثم قال هو يتساءل فرد عليه. بل وتجاوز هذا وادعى أن العلماء الأجلاء لم يردوا على أمور ذكر منها رضاعي الكبير، ثم تجرأ أكثر ذلك وقال قول الرسول، فقارن اسم الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم على لساني في قناة تلفاز مصر أرض الكنانة وقال دول الرسول، وهذه إهانة كبيرة لا نرضاها في أي بلد، أكان الكويت بلاد الحرمين، ولا ترضونها أنتم بالتأكيد. ولذلك انطلقت الحملة واستمرت بفضل الله تبارك وتعالى حتى تتوجت ببيان جبهة علماء الأزهر. هو احنا كان تساؤلنا استاذ عصام في او دكتور عصام فيما يتعلق بموضوع جامعه علماء الازهر وانتقالها للكويت، كان تساؤل يعني جغرافي وليس تساؤل. احنا كنا بنتساءل ليه يعني الجبهه كانت موجوده في مصر، وكان في بعض الاحداث اللي مذكوره في البيان يعني حدثت في اثناء وجود الجبهه في مصر لم نشاهد مثل هذا البيان. الوحده العربيه والاسلاميه ولا ايه؟ نعم، فاحنا كلنا جسد واحد ان شاء الله. صحيح صحيح. الان صحيح. قراننا يعتدى عليه، وشخص حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعتدى عليه، يعني القمص مرقس عزيز في الولايات المتحدة كاهن كنيسة المعلقة سابقا الذي اعترف عليه القمص ايضا صليب ماتا سويوس. نعم صليب ماتا سويوس هو الاب يوتا، الاب يوتا الذي عمل سلم فتنة محمد صلى الله عليه وسلم وقذف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يكتب المقالات، بل وهو الذي هددنا منذ سنة ونصف أنه سوف يأتي بما هو أسوأ من رسوم الدنمارك، وقال على لسان الأب يوتا الذي هو الكاهن مرقس عزيز الذي لم يشلحه شنودة، الذي قال لو أي كاهن زوج أي أحد مطلق قتي زواج ثاني أنا أشلحه. طيب ما تقول أنا أشلح مرقس عزيز، طيب ما تقول أنا أشلح السبابين للرسول ولا أقبل أنا أشلح زكريا بطرس. سكت عنهم، وسكوته عن كل هذا وما هو أكثر من هذا هو علامة الرضا. مرقس عزيز قال أنا أعد لمجلة رسوم ساخرة، مجلة انتبه مو رسوم كاركترية، كلها عن محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أريد الآن أن أفجر مفاجأة من العيار الثقيل على رأس الصامتين. لقد صدرت المجلة يا أستاذ وعندي وكل وسائل الإعلام، والكنيسة المصرية إذا كانت مهتمة وحريصة، كنيسة باب شنودة حريصة على الأمن والسلم، المجلة عندي والأدلة قائمة، وقد أصدروها في الولايات المتحدة مع الصهاينة ومع الأمريكان، وهو من سعى سعيه إليه. كيف يبقى هذا في كرسيه؟ وقد أيضا قاد مظاهرة شتم فيها الرئيس المصري، فخامة الرئيس المصري، واعتدى عليه وقال له يا تتلم يا تختشي أو حيكون مصيرك زي مصير السادات. كل هذا يحصل والكنيسة تغض الطرف. لا يا أستاذ، أنتم أهل عزة وكرامة، ولا تنقصون عنا عزة وكرامة في أرض الكنانة. والله لا نرضى بهذا في أي بلد ولا في أي قطر، ولا نرضى بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط أحمر، فلتنتبه الكنيسة ولتستيقظ. أستاذ عصام مدير مركز جديدات الدعوة، بنشكر حضرتك على هذه المداخلة ونتمنى لك التوفيق الرب في مسيرتك الدعوية بإذن الله. شكرا لحضرتك.